انت راجل عسل على مصر والصوف اللي قول لي بقى انت منين بالظبط؟ الاصل لبناني على شي شويه تركي. المهم شو سويتوا مع مسيو فيردا؟ سوينا معاه كل خير. مهم مستر فيردا ده احنا بنشتغل معاه من زمان، مالكش فيه ده؟ قول لنا انت عاوز ايه بالظبط؟ انا عندي صنف بودره هيروين وكوك مش راح تلاقيهم باي مكان بهالعالم. واضح ان نقبك طلع على شونه والصوفه. حاج العقاد رافض يشتغل في النوع ده، لا كوكايين ولا هروين، حتى لو قلت له فيهم في التامين. ولو فكر شوية أخي برأيي. أفكر أنا حاسس. ناس فتحي، أمال فين البضاعة اللي هنتفنى؟ موجودة. أمال أنا جايبك ليه؟ ما توري له البضاعة يا رجالة. إيه يا فتحي؟ حفرة يالا معمولة للخيانين وبس. أبوس رجلك يا فتحي. أبوس رجلك يا فتحي. حرام عليك يا فتحي. قول لي بقى الوردة لما تعملها عندك أنا ليه عملت فيك كده؟ حرام عليك يا فتحي. أبوس رجلك. أنا حاضر. غور. أنا عملت إيه؟ يلا يا رجالة. أبوس رجلك يا فتحي. حرام عليك يا فتحي. حرام عليك. عملت ايه؟ بسرعه والنبي يا رجاله، اصلي ما بقى نيجي حميده دي بتاعتك. بق حاجه من قدامك دي. الله الله. اسلم ايدك اختي. لا ده انا اموت في الحاجات دي. يا سلام. مساء الفل عم فرده. Салам алейкум. Как работа? Как-как-как? Он нас еще не хочет видеть. Как-как-как? Абьюли Эль Башмартес, да? Бьюли Эль Башмартес, да? Бьюли Эль Башмартес, да? Он برضو مش عايز يجي يشوفنا زي كل مرة ولا ايه؟ قول له الشغل ماشي كويس. الحاج العقاد نفسه عاوز يشوفه. تعرفين حاج العقاد دايما بيختلف في الاعداد دي. انا دايما بس اللي بتفق. كده برضو بتفق. تعمل ايه دلوقتي؟ وانا تمام. ده اللي لادي فيه مرمطه. سكويكا غشيش انت بينا ده. بيقول لك محتاج حشيش قد ايه المره دي؟ بعد اذنك نفس الكميه. سكويكا كاك في سيك ده. У меня есть отличный сорт гашиша, новый гашиш. بيقول لك عنده صنف جديد من الحشيش المفتخر. طب قول له يا ريت ناخد عينه علشان يعني نجربها. Говорит, что хотят попробовать этот сорт. Хорошо. Сегодня вечером я приглашаю в ресторан. بيقول لك اوكي، وهو النهارده عامل لكم سهره حلوه قوي. عرفتوا بقى الحاج العقاد ما بيحضرش بقى ليه؟ عشان الحفلات دي. انا بس اللي بحضر. تعالى بقول لك. تعرفي تطبخي حمام؟ والحمام ده؟ لا ولا حاجه. ايوه حاج. وايه الحاجه؟ لا هو لسه مش راضي. انت قلت له حاجه؟ ما رضيتش اتكلم معاه في اي موضوع الا ما تيجي انت يا حاج. انت عايز ايه على الصبح؟ ربنا يسوع يشوف. يا سلام عليكم. أهلاً. يا مرحبا. أهلاً سعادة الملك. يا مرحبا فندم. أهلاً أهلاً أهلاً. سعادتك منور الدنيا كلها. ده بوجودك يا حاج. ليه؟ والله أنا لما غور عيني سعادتك موجود أنا ما صدقت. أنا قلت معقول ساعة اللي افتكرنا. أصل سعادتك من آخر مرة رحت وقلت عدولي. والله أنت عارف بقى المشاغل يا حاج، خصوصاً اللي في شغلتنا دي. ربنا يقوي سعادتك إن شاء الله يا باشا. الحقيقة يا حاج أنا من حبي فيك، خصوصا وسمعتك الطيبة على كل لسان، قلت لازم يعني يبقى في ود بينا. ربنا يديم الود والمحبة يا سعادة الباشا، من حق. ألف 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 مبروك. ده أنا بلاقي إن سعادتك ترقيت. الله يبارك فيك يا حاج. لا
انما انا بقول نجدد فنجان القهوه بقى، انت انا ولا نجيب شاي احسن يا باشا؟ لا يا متشكر، كفايه قوي القهوه اللي شربتها. يا مرحبا. القصد بقى يا حاج، بما انك عايش هنا في البطنيه يا ريتك يعني تبقى معانا. ده كلام يا سعاده الباشا، اقعد انت قلت لي اقعد. ده انا معاكوا وكل معاكوا، انا على طول يا سعاده الباشا هتلاقيني في خدمتكم. ما انا عارف يا حاج، اصل بصراحه احنا عندنا اخباريه ان في نقله حشيش كبيره قوي بتتم هنا اليومين دول. اعوذ بالله، اللهم احفظنا من كل شر. نقله حشيش كبيره هنا اليومين دول؟ انا عايز اقول حاجه يا سعاده الباشا، انا شايف انكم من ساعه ما عملتوا الحمله الكبيره بتاعتكم على البطليه دي وجبتوا عليها وطيخه، الناس كلهم كل واحد ماشي في حاله، محدش ليه دعوه بحاجه. انا حتى بنزل ساعات اعس كده ادور وابص، لا عمري شفت حد بيفكر يبيع حته حشيش او حته افيون. ايه ده يا حاج، انت مش عارف حتى تقول قرش حشيش ولا بوسطة افيون؟ اعوذ بالله، الشر بره وبعيد، احنا مالنا ومال الحاجات دي. انا احمد ربنا الحمد لله، انا طول عمري ماليش دعوه بالحاجات دي ابدا. طبعا يا حاج احنا متاكدين، احنا عارفين ان انت راجل ملتزم. طب تصدق بالله يا سعاده الباشا، انا اخر مزاجي اخره يعني زردت شاي كده او فنجان قهوه صغير، ادي كل الحكايه ودمتم. على العموم يا حاج احنا عاوزينك برضو تخلي بالك مننا هنا، يعني لو عرفت اي حاجه يا ريت مكالمه صغيره منك تقول لنا على اللي انت حاسس بيه. يا سلام يا سعاده الباشا، ده انا تحت امركم. وعلى كل حال انا من نفسي على فكره لوحدي من ايام الكبسه اللي عملتوها دي، وانا بنزل ساعات اعس كده اشوف كده اشمشم يمكن حد يكون بيعمل حاجه، انما ابدا والله الناس كلهم كل واحد في حاله، حتى العيال اللي انتوا ما مسكتهمش كل واحد دور على صنعه وبياكل منها عيش. ايوه كويس كده، انا بس خايف ليكونوا تهيالهم ان احنا خلاص صرفنا نظر عنهم وشلناهم من دماغنا. لا لا ما تخافش من الحاجات دي يا باشا، حتى المؤاخذه انتوا لو صهينتوا شويه هم عارفين ان انا قاعد لهم، لا يمكن هغمض عيني عنهم ابدا. ربنا يخليك لينا يا حاج. الا قول لي يا سعد بيه، انا مؤاخذه يعني كده عندي سؤال لو سمحت لي سعادتك. طبعا احنا ملناش بركه غير سعادتك. ربنا يخليك. يا ترى مفيش اخبار عن الواد جوز بنتي؟ اصل البنت وحشت امها قوي، والست بصراحه ربنا ما بتبطلش عياط. الله يا حاج، موضوع عليها جوز بنتك ده موضوع في منتهى الغرابه. تصور كل ما مدير الاداره يتدخل عشان يرجعوه يقولوا له دي اوامر عليا بلاش تتدخل فيها. لا اله الا الله، اوامر عليا ليه؟ كفر الله الشر، هو الراجل غلط في حاجه ولا حاجه؟ ابدا يا حاج، بصراحه كده بيني وبينك محدش فينا عارف هي الحكايه ايه بالظبط. اعوذ بالله، انما هنعمل ايه بقى؟ ربنا يقرب البعيد ان شاء الله. استاذن انا بقى يا حاج. ليه بسرعه كده يا سعاده الباشا؟ ده انت حتى قعدت سعادتك ما ينشبعش منها. اديني قدمت السبت يا حاج، عاوز بقى الاقي الحد وما تحرمنيش من زياراتك. عينيا الاثنين يا سعاده الباشا، هنعمل اقصى حاجه عندنا ان شاء الله. اتفضل. يا مرحبا يا سعاده الباشا، يا مرحبا. الدنيا كلها نورت. ربنا يخليك بوجودك يا حاج. اهلا اهلا، سعادتك نرجو انها تتكرر ان شاء الله. لا زي ما اتفقنا بقى، انا مستنيك في المكافاه، عايزك كده كل اسبوعين ثلاثه تيجي تقول لي اخبار جديده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرفت يا سعاده الباشا. السلام عليكم. مع السلامة يا ريس. مع ألف سلامة يا سعادة الباشا، نورت حضرتك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا عم. مع السلامة. يا ترى كان جاي لي وعاوز ايه؟ خير يا حاج، كان جاي ليه؟ مش هتصدقني لو قلت لك. عارف كان جاي ليه؟ ليه يا حاج؟ عايز يشغلني معهم. سعادة الباشا عايز يشغلني انا مرشد عند مكتب المكافحة. سبحان الله، حد يعقلها دي؟ عايزين المعلم العقاد يشتغل مرشد عندهم
عشان يبلغ عن الناس اللي بيشتغلوا معاه. وماله يا حاج كده؟ بنبعد الشبهه عننا. شبهه ايه؟ الله يخرب بيتك، واحنا مشبوهين؟ احنا ناس زي برلاند. انا بس اللي شغل بالي جمله الاهلي، مش عارف عرفوا منين ان في شحنه كبيره جايه الايام اللي جايه دي. جايز يكون بيوقعك يا حاج. يوقع مين؟ هو هيشك فين؟ انا بقول جايز يعني. بلا جايز بلا خيبه. اسمعني بقى، انا بقول نخف الشغل في الايام اللي جايه دي لغايه ما يكنوا عننا وبعدوا خالص.